ده ايه ده؟ ما شاء الله. عايزه اقول لكل مشاهدينا ان نسمه مش بس بتغني بالصوت الرائع ده باللهجه المصريه، لكن كمان بتغني بالالماني، بتغني بالانجليزي زي ما احنا شفنا، وده كان السنه اللي فاتت، وفرنساوي صح؟ يعني اللغات دي كلها عرفتي تغني بيها ازاي مش تتكلميها؟ لان انك تغني باللغه بلغه غير لغتك، لازم تدي كل الستايل وتعبر عنه بطريقه اداء مختلفه. ده بصراحه كان يعني بسبب الاوبرا، يعني اول ما بدات اخد الكلاسز مع دكتوره نيفين بدانا الغنى اولا بالايطالي عشان احسن حاجات الواحد ممكن يبقى البوزيشن بتاع البق والغنى فيه صح. الايطالي واللغات الغربيه اكتر، الايطالي بالاخص اري انتيك الايطالي واللاتيني اكتر حاجتين كنا بنبدا يعني ابتدينا ان احنا نغني بيهم. فاوريدي انا ما كنتش فاهمه كل كلمه حرفيا، بس كنت فاهمه المضمون اللي انا بغنيه. فمن ده جه بقى الفرنش دخل، وبعد كده الماني دخل. وانت دراستك الماني فده درست الماني، فما كانش بالنسبه لي مشكله يقرب المسافات. قولي لي انت بقى بعد الجائزه دي متصوره ان حياتك بعد الجائزه هتفضل زي قبل الجائزه، حياتك الشخصيه مش حياه نسمه اللي هتغني وبقت مشهوره ولا ايه؟ يعني احنا متصوره ايه؟ هي مخطوبه صح؟ لا انا مش مخطوبه. مش مخطوبه دي كانت اشاعه. اشاعه؟ لا مش مخطوبه. لا فايه متصوره حياتك؟ هتبقى صحابك تنزلوا بقى تروحوا تعملوا شوبينج، تروحوا مول؟ انا بالنسبه لي زي ما احنا بصراحه، يعني مش حاسه بقى الناس هتجري وراكي وتطردك وبتاع؟ بالذات الشباب. مشكله بالذات الشباب اللي في سنك بقى، وستار اكاديمي وحاجات كده. لا يعني ماليش في الجو ده، يعني انا اكيد هسلم عليهم كل حاجه، بس يعني بس زي ما احنا لا مش عايزه ولا اي حاجه من ده يتغير. بالعكس ده انا قاعده عماله بشوف امتى الاوقات اللي انا لازم انزل واخرج معاهم، عشان يعني اكيد انا كمان عايزه يعني احس ان انا عايشه. يعني تعيشي سنك. مين اكتر ناس من اصحابك في المجموعه اللي كانوا موجودين معاكي في ستار اكاديمي اكتر ناس حاسه ان لسه موجودين مع بعض، بيتكلموا بعض على التليفونات؟ كريم واحمد. كريم واحمد. مفيش حد من بنات خالص لحد؟ كلمت نينا وكلمت محمد عبد الله برضو، بس البنات التانية لسه ما كلمتهمش. انا ما لحقتش حتى، يعني موبايلي ما فيش اي حاجه حصلت فيه غير حاجات ليها علاقه بالحدث، فما ما لحقتش اكلم اي حد ولا حتى فتحت. نسمة اللي يشوفك في ستار اكاديمي انت كنت واخده دروس، يعني كنت ماشيه على قوانين معينه في ستار اكاديمي، كنت محافظه على هويتك، كنت محافظه على ستايلك، ما بتأفوريش في طريقه الكلام مع حد، ما بتحاوليش تعملي اي نوع من العلاقات الخاصه اللي كان شهير بيها جدا ستار اكاديمي. ما قلقتيش وانت داخله انك هو ده البروباجندا اللي بيحاولوا دايما يعملوها، انك لازم كل البنات يرتبطوا بعلاقات عاطفيه مع الولاد الموجوده؟ ما قلقتيش ان يطلب منك انك انت تعملي النوعيه التمثيليه دي؟ هو اللي حصل ده بصراحه ما طلبش من اي حد، يعني اللي حصل كان بمزاج الناس اللي موجوده، مش حد طلب منه اي حاجه. وانا شخصيا ما طلبش مني اي حاجه، فيعني انا اوريدي عارفه ان في شخص مستنيني، فانا يعني هدخل في حاجه ليه اصلا؟ انا كان عندي حاجه تانية رايحه لها بصراحه. انت كنت عندي في حد بتحبيه اوريدي في مصر؟ في مصر ما كانش. يعني لسه يعني الخطوبه ما حصلتش، بس في يعني ان شاء الله يعني ربنا يكرمك. هو الكلام مشروع يعني ان هو مشروع. اختك اللي بيعملوا لك بيردوا على الفانز او يعني بيتابعوا؟ هم وطبعا ادمنز ثانيه، سهام ويسرى وناس ثانيه، يعني لما رجعت طبعا بقوا اصدقائي وكده وتعرفت عليهم، بس هم طبعا من الناس اللي كانوا موجودين. والمشروع بيشتغل ايه؟ هاي هنقدم على ستار اكاديمي السيزون الجاي كمان. يعني هتبقوا انتوا الاثنين ماشيين في لاين واحد يعني؟ احنا بنغني في نفس الباند اكشلي مع بعض، يعني قبل ستار اكاديمي كده احنا في باند اسمه اوريجين، وبنغني مع بعض عربي وانجلش اوريدي. فالمشروع كله غنائي فني. طب مش قلقانه ان انت بقى قدمتي وكسبتي وخدتي جايزه؟ طب هو جايز يكسب جايز لا؟ بالمصري يقرش ملحتك يعمل حاجات كده؟ نو لا، لو كده كنت انا اخدت بالي من حاجه. مش قلقانه لحد يخطفه منك والسنه الجايه في السنه هناك؟ اللي هنا يخطفه كان خطفه وانا هناك. احب السنه. البنات لازم يبقوا واثقين من نفسهم. برافو عليكي نسمة. طبعا رغم ان انت ماما قعدتك من صغرك وانت 10 سنين وجابت مدربين وبيانو والحاجات دي، ايه اللي اضافه لك هناك بقى زي ما كانت مفيده بتقول من يعني مهارات؟ الاضافه اللي خدتيها في ستار اكاديمي هناك بالظبط؟ لا هي ستار اكاديمي كانت حاجه زي حياه مصغره. يعني احنا كنا عايشين، يعني كل واحد مستقل بذاته.
يعني ايه ان احنا عندنا اغاني لازم نحفظها ونتمرن عليها عشان عندنا حفله والحفله هنتقيم عليها، بعد كده عندنا ايفالويشن لازم بتاخدي تمثيل مثلا تقفي بناخد كلاسز مسرح طبعا ده قبل يعني قبل كل حفله كنا بنقعد نحضر احنا هنعمل ايه ونتمرن على الاغنيه جانب. الوقفه وهنرفع ايدي امتى وهنزل ايدي امتى كان كل حاجه مدروسه مدروسه انا عايزه اسمع حاجه يلا انا بسيبكي الاختيار اختاري منى اختار اغنيه ويتني هيوستن I'll always love you بس انا بهديها لزوجي علشان عيد جوازنا النهارده خليني اسمع وطولي لو سمحت للاخر If I should stay I would only be in your way So I'll go But I know I'll think of you every step of the way And I will always love you I will always love you You, my darling شكرا لك دي لسه دخله ثانيه طيب انا عايزه مستنيه لما اسمع بقيه الاغنيه طب خشي على فايز احمد دي من الحاجات الصعبه على فكره عايزين فايز احمد يلا انا عايزه ميه فايز احمد تمام فايز احمد عندها اغاني كتير حلوه كتير لعيب الموضوع بقى كل ما تشتغل حافظه حيران بحبها قوي حيران دي انا بس والله مش حافظاها كلها مش حافظاها طب تمر حنا تمر حنا تمر حنا اوكي يلا يا طمر حنة يا طمر حنة خلت بينا وبعدت عنا يا طمر حنة يا طمر حنة خلت بينا وبعدت عنا الورد كله كسى الجناين وش معنى انتي اللي شاردة منا ده الورد كله كسى الجناين وش معنى انتي اللي شاردة منا يا طمر حنا يا طمر حنا الله الله بجد الصوت الجميل ده نعمه من عند ربنا يعني لازم تشكري ربنا كل يوم على النعمه دي طبعا اكيد الحمد لله بتفكري بعد ما تريحي وتاخدي وقتك وتشوفي اصحابك هتعملي ايه بقى احكي لي مخططه لايه يعني التخطيط الطبيعي للحاجه الساعه ده التطور الطبيعي للحاجه الساعه اوكي اللي هو يعني اكيد ان شاء الله يا رب اتمنى يكون في حاجات كويسه عروض كويسه عندك علاقات بحد تعرفي حد تعرفي موزعين تعرفي سينمائي استاذ علاء محبوب استاذ علاء محبوب بابايا ويعني اكيد هو اعتقد ان هو كلمه كذا حد بس يعني انا مستنيه ان انا اقعد ونبدا نتحاور لان لحد دلوقتي بابا وماما اللي شايفاهم في البيت ما عادش اتكلمت معاهم اصلا يعني بقالي يومين مش موجوده في البيت فما قعدتش ولا اخدت نفس ولا اتكلمنا على اي حاجه تخص المستقبل بس بالنسبه للمستقبل بالنسبه يعني طب انت في اي يو سي دخلتي اعلان ما دخلتيش مثلا تمثيل ما دخلتيش حاجه دخلت ازاي انا بدرس مزيكا ومسرح في ماده في من المواد انت مش مواد يعني انا مزيكا خلاص ميجر هيبقى تخصص اساسي طب كويس ومسرح تخصص فرعي ماينر طب كويس